وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمير هافن الألمانية، لتنضم إلى الأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة القهار الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظا على مقدراتنا، ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالا باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد. أثبتوا وبحق أن مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة أنظمتها. كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد. وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلا، موضحا أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة. الجيوش في العالم كله اللي بيدعي للفخر والعزه. يمكن منظومه التسليح الخاصه بالقوات المسلحه بتشهد تقدم من فتره للثانيه، وكل فتره بنسمع عن انضمام سلاح جديد للقوات المسلحه، فانا كشاب افرح ان بلدي فيها تقدم ملحوظ، والقوات المسلحه بتاعتها من القوات المسلحه الاوائل على مستوى العالم. طبعا الواحد فرحان ومبسوط جدا 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 بالاحتفاليه دي. القوات البحريه معروف تاريخها من ايام حرب 73، وانا مبسوط جدا بوصول القهار لوصولها لمصر اللي هي من احدث الوسائل الحربيه اللي وصلت مصر. بتحس ان انت يعني وراك قوه، وراك يعني حاجه تمشي تنام تصحى تروح مشوار، عارف ناس حمياك، ناس واقفه وراك، يعني الواحد بيبقى حاسس بعزه وفخر. وطول عمر المصريين كده، وكان بحريه شرطة، كلهم واحد عندنا في قلبنا من جوه. قوة جديدة بتضيفها للقوات المسلحة المصرية وللقوات العربية، قوة الردع وقوة الحفاظ على الحالة الاقتصادية والموارد الاقتصادية. والقوات البحرية المصرية هي القوة الرئيسية للقوات البحرية العرب، وهي الركيز الرئيسي في البحر لينا، ودايما بتشرفنا ودايما بنضيف قطع جديدة. بشكر القوات البحرية كمواطن مصري، وبشكر القوات المسلحة تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية.